بسم الله الرحمن الرحيم، لكم التحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأنا بفكر في سرعة الطلاق النهاردة موضوعنا، لقيت آل عمران، لقيت الحديد، لقيت الأنبياء، ثلاث آيات بيتكلموا عن السرعة. نجيب كده بترتيب المصحف، يعني آل عمران الأول طبعا بعد البقرة والفتحة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. هل الطلاق مسارعة في المغفرة والجنة؟ هو ممكن لو كان ما كانش فيه حل إلا هو. وننزل كده وإحنا ماشيين على الأنبياء، يقول ربنا لما استجاب دعوة عبده ورسوله زكريا عليه السلام، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هل السرعة في الطلاق مسارعة في الخيرات؟ ممكن إذا ما كانش في حل إلا هو. وننزل بقى بترتيب المصحف على آخر حاجة في سورة الحديد، على إيدك اليمين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. المسابقة والسرعة بتكون في الخيرات. ياريت كل الناس يعرفوا الكلام ده. اللي عايز يعمل مسابقة يعملها في الخير، اللي عايز يسرع يسرع في الخير. وبعدين ربنا ما قالش أسرعوا، ده قال سارعوا، سابقوا ويسارعون. المفاعلة يعني معاك حد، انت بتجري في الخير وبلاقي واحد تاني بيجري في الخير، نشجع بعض نعملها مسابقة. الطلاق السريع وباء يدل على ان احنا اصيبك من بيت وبيوت. لا، الطلاق السريع وباء شذوذ نفسي، لان احنا ملحقناش نتهنى، ملحقناش نقيم بيت حتى نهدمه. ولو أقمناه في تصوري أنا لظللنا العمر نعدله، نصلحه، نطوره منه، نبني فوقه، نعمل له تحسينات، ندخل فيه تكييف ليوم ولعة زي ده كده. شوفوا بقى أسباب الطلاق السريع كتيرة جداً، أنا شايف هتبقى نقيصة مني لو كروتها. أنا هاخد واحد هو أبو الأسباب، وده أنا جبته من خبرتي مع حضراتكم ومع أولادكم ومع كل الدنيا اللي هي اتطلقت وبتطلق وحتتطلق. السبب الجوهري لما الولاد بيقولوا لي، سواء كانوا بنات أو بنينة، يعني اكتشفت. حطوها، الاكتشاف هو سبب الطلاق السريع. اكتشف ان هو مش، واكتشفت يعني اكتشفت ان هو بخيل بقى، بتاع بنات، بتاع نسوان، ما يعرفش ايه، عيان. هو اكتشف انها مهفوفة، مجنونة، مديونة هي وقالها، وعملوا عليه عنتر ابن شداد وأوس ابن حجر وقاس ابن ساعدة والمطعمون من قريش وكده. وبعدين لقوا مديونين بالحاجات اللي جابوها لها، وعليها جمعيات ما سددتهاش، وهي بيت أبوها، وإنها مش نظيفة، كانت نظيفة. وشوف اكتشفت. أنا بقول إيه بقى؟ كان المفروض والواجب أن يكون هذا الاكتشاف بفور. هي الدنيا كده من شوية مقلوبة، وعكة عك وعكم، بيلا بينا، يلا 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 يلا، لكلك لكلك لكلوكة، يلا دخل، يلا يلا نفرح، يلا عايزين نفرح، يلا قبل ما يكتشف، يلا قبل هي ما تكتشف. طب ما هما هيكتشفوا واتطلقوا بعد أسبوعين، وبعد سنتين، وبعد 4 سنين، وبعد ما يجي عيلي،
وامبارح كانت معانا المشكله بتاعت بوسي ايد امي وايد رجلي ومش عارف ايه عشان ارجعك للجنه اللي انت كنت فيها. عايزه ترجعي؟ تعالي اعملي عجين الفلاح، اصلك راجعه للجنه واللي فيها. والله العظيم انا يعني بحط الفكره، سيبك من اني لو كنت ولا بنتي ولا مش عارف مين. انا بشوف لو بني ادمه يعني عندها عقل ودين طبعا وانسانيه كله تركيبه باكج، يبقى فعلا تعمل المستحيل عشان ترجع للجنه. الفرس دق لما طلق مراته نوار، قال وكانت جنتي فخرجت منها كآدم. يعني إبليس اللعين طلع آدم من الجنة، والطلاق اللعين طلع الفرزدق من الجنة. ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار مفاعي، ويحولها العروضيون خلا. الأستاذ الدكتور مبروك عطية إلى فعول، والتحويل عندي ليس بلادي. تفضل كده مفاعي، ولا أقول مفاعلة مفاعلة فعول أبدا. ليه؟ إن شاء الله ما هو التام الكامل مفاعلة مفاعلة مفاعلة، ما بيجيش مفاعلة كاملة إلا في شعري أنا، وماله ما تبقى مفاعلة مفاعلة مفاعي، وتشيل التن دي يعني السبب الخفيف تبقى محذوفة، يبقى محذوف الضرب. العروضيون فاهمين أنا بقول إيه، فلازم برضه أدوهم هدية صغيرة ويعرفوا أن أخا لهم ليس شرطا عنده أن تحول التفعيلة. ما حولهاش لتفعيلة أجنبية أنا، بسيبها زي ما هي. آدم أخرجه إبليس، والفرزدق أخرجه الطلاق. فلو البنية شايفة إن البيت اللي هي فيه بيت الزوجية ده جنة وارفة الظلال، وإن عندها شجرة موز وعنب وتفاح، وبتفتح التلاجة تلاقي الضاني على الرف اليمين والبتلو تحتيها لما تكون سنانها وجعاها، والكندوز بين البنين، والفاكهة متعلقة، والنجف والرياحين، وبتتكى على حاجات كله تاتش، كله تاتش في تاتش، ومعاشرة بقى صاحب الجنة اللي هو أول ما يدخل عليها تقول يا هنا يا يما، القمر ده هينفع حضن الليلة دي؟ المسك ده أنا هشمه من قريب؟ الصوابع دي أنا هدلكها حتى لو كانت عينة وأبقى سعيدة ومبسوطة؟ وده لما أكلمه يرد عليا؟ ولما أتعلم منه يعلمني؟ ولما أقول له هات، قبل ما أقول هات يديني؟ تبوس إيد أمه وشعر أمه الأبيض أو المسبوق والجيران بتوع أمه، وتعمل حاجات كتير أوي حتى تعود إلى الهيفنت. هيفنت يعني جنة. You shall enter heaven until you believe and you shall and you shall believe until you love one another. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، مش تحبوا. إنما دي ريحة الاثنين بمنافعهم، وحمام عايز يتصلح بقاله 3 سنين، وراجل دخلته دخلت الشؤم، ولا علم ولا نيلة ولا ريحة حلوة ولا مصروف. تبوس عشان ترجع ليه؟ العيال اطرح، هي حاضنة، لو سابته هتبقى حاضنة غصب عنه شرعا. ولما يكبروا تجمد هي بس ومع السلامة، مش هيروحوا له ولا حاجة، ما هم سنتين تلاتة وهياخدها دبور آخر، وهيقولها أنا ولا أمك، تقول له يو واي أو يو هوز ماما مامو مادار هوز فادار، مين ده؟ أنا ليه أب؟ مش كده ولا إيه؟ مش دي طبيعة الحياتي الدنياتي؟
هنموت بعض على ايه؟ اكتشفت من اجل هذا انا مصر على سنة، الا اذا كان العروسان بني عمومة، اخو اولى، متربيين مع بعض، ومفيش حاجة هتكتشف تاني. استحالة في جوازة تبقى ناجحة الا بالصدفة، عن طريق حتة جاتوه وتورتاية ويلا بينا بقى يا عمي ومش هنقرا الفاتحة. فاتحة ايه؟ ولا عندنا فاتحة ولا عندنا قفلة، احنا بنقراها للتبرك بس. مش لازم يكون في حاجة الأول عشان نباركها؟ الدجل ده امتى هيفضل ودي هتتعدل امتى يعني؟ نقرا الفاتحة على ايه؟ الخيبة؟ مش لما نجيب الشقة ونشوف ونتأكد ان الولد ده عنده شقة ودفع ثمنها؟ ده عيال ماشيين في الجواز، أسر ماشية في الجواز دلوقتي، وأنا بسألهم لما بيكلموني الشقة موجودة؟ هيجيب ويل فاوند، يجيب ايه؟ ها عند أمه، يقعد عند أمه لغاية لما يجيب، وبعد ما يجيب يجينا. احنا عندنا ردة الروح، وعندنا نسمة الربيع، وعندنا الأدب والأنوثة، وعندنا البيت، وعندنا، لكن اكتشفت. طب ما كنتوا تكتشفوا بيفور مارج، قبل الجواز ما كنتوا تكتشفوا عشان يا تدخلوا على نور وانتوا حرين. لك اسم ونصيب، قسما بالله الجواز ليس اسما ولا نصيبا، اختيار يا أبلة. احنا اللي بنختار واحنا اللي بنعك. لو تم الاكتشاف قبل الطلاق فلن يكون الطلاق سريع ولا بطيء، وهتبقى الحياة الأصل فيها الاستمرار. الناس اللي مستمرة فيها حافظين بعض. وعايز أقول لكم على جرح كبير بمناسبة الاكتشاف. اتنين في قطر واتنين في قطر، في طيارة، في أي حتة، في مركب، الاتنين دول متباعدين تماما في التخصص، في مجال الحياة يعني. واحد تاجر بطاطس وواحد أستاذ في الكيمياء، يعني في الغالب بتاع الكيمياء هو اللي هيسأل بتاع البطاطس، أخبارك يا معلم وكيلو بكام وإيه الفرق بقى يا سيدي من البطاطس اللي هي كذا والبطاطس كذا، بتحطها في التلاجة قد إيه وتدفعوا كام بتاع التلاجة وبيعوها إيه وبياخدوها منكم إيه، ممكن يسأل بصفته أكيل، وإنها أسئلة سهلة حاجة حبك. بتاع البطاطس هيسأل بتاع الكيمياء يقول له إزاي نعمل المعادلة والجدول الدوري والمندليف والجدول الحديث، وإزاي تظبط معادلة يبقى عدد الجزيئات اللي على اليمين الداخلة في التفاعل يساوي عدد الجزيئات الداخلة في الخارجة من التفاعل، لازم يكون كده، دي معادلة الكيمياء. ذرتين هنا يبقى ذرتين هنا، لو لقوا الموضوع مختلف يبقى نضرب في كذا ينقسم على كذا عشان نظبط المعادلة، زي ما بنظبط مسألة الميراث وإن في حاجة اسمها رد وحاجة اسمها تاجر بطاطس. هيسأل أستاذ الفيزيكا الكيمستري ولا الكيمستري ويسألوا هذه الأسئلة؟ مش هيسأل. لكن لو اتنين بطاطس قبل المحطة ما تعدي هيكونوا بقى اخوات وحبايب واصدقاء وكل حاجة. انا بقول الكلام ده ليه؟ لو احنا مسلمين هنلاقي اللي عندنا زي اللي عندكو. انا عندكو بكرة الرؤية، هتقولني بستنى السحر معانا، معناها انا بكرة صايم وانتوا صايمين، مش بقى صوم ولا صلاة، لا، مشكلة عرضت انت تعرف تحلها ازاي وانا اعرف احلها بنفس الطريقه، لان انا مسلم ويوب مسلم. انما احنا مسلمين مثلا عندنا 98 الف مذهب، كل حزب بما لديهم فرحون، فانت مفكر ان الدين صيام يومين وانا مدرستي بتاع مبروك عطيه الدين 2 جنيه يطلعوا لحد غلبان يبل روقه وفطروا الصبح. كيف نلتقي والتليفونات مش اقل من 80 الف تليفون زي العداد ما بيقول قدام عينيا دلوقتي؟ مين يا اختي؟ رقية، اسم غالي، صلى الله على والد السيدة رقية رضي الله عنها. يلا يا رقية. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ الله يسترك. والله انا مبسوطة من البرنامج بتاعك قوي. طب ربنا يزيدك انبساط يا رب وكل اللي يشاهدونا. انا عايزة الرقم بتاعك بس كده ولا في سؤال؟ لا
يعني في اسئله كتيره، بس عايز اكلمك يعني على انفراد كده. حاضر، خد الرقم وتحت امرك. ياسين بعد رقيه. سهير. الو يا سهير. الو يا سهير. الو. الو. مع اني ألو. سامع صوت التلفزيون وعمري ما هقول وطي. السلام عليكم. اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يسترك. حضرتك بتفسر الاحلام طبعا؟ مين قال كده؟ ما تفسرش الاحلام؟ عمري ولا في حد في الدنيا مفسر احلام. انا ابشرك يا بنتي يا بابا، انا يا بابا بابا ماما بابا عمه عمته، انت تقولي منام انا ابشرك، او اقول لك الشيطان بخوفك، او اقول لك ده حديث نفس، لكن ده مش تفسير. طب هي بنتي شافته امبارح ومضايقاها شويه، ممكن تحكي لك عليه؟ بصي يا حبيبتي، لو عندك حاجه وعايزه تحكيها في المنامات، لو كانت وحشه اوعي تقوليها. انا مش عارفه صراحه ان كانت حلوه ولا وحشه. انا اسمعك، اتفضلي. ماشي، احكي يا داليا. الو. لا اتفضلي يا حبيبتي. انا حلمت حلم، انا عندي مرات عمي ميته، حلمت اللي هي ماتت تاني، ومرات عمي زعلانين. وايه؟ وبعدين وايه؟ استني 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 واستني عشان افيدك، يمكن افيدك بحاجه، يا رب افيدك بمعلومه. انا مش معاها، انا مش معاها. البنت نازله فرقله جرس بالراحه، مرات عمك ميته، انت شفتها بتموت يعني مع انها ميته. قفلت ومفيش يعني حد قال الو بعدها. طيب على كل حال ادعي لها بالرحمه وتصدقي عنها لو تقدري، وهي الله يرحمها يا رب وجميع موتانا، وان شاء الله تكوني بتفكري فيها كتير وانت صاحيه، فيبقى من باب حديث النفس حبيبتي انك تشوفيها. ومعظم المنامات على فكره بهذه الطريقه، جعان بيحلم بسوء العيش. كنتوا بتتكلموا بالليل عنها، كترتوا في الكلام شويه، شفتيها في المنام لا اكتر ولا اقل. منامات لا بتخوف ولا بيها بيتفرض الدين ولا فيها اي حاجه، غير زي ما جاء في صحيح البخاري على الصفحه على اليمين، الرؤيا ان كانت خيرا فبشرى من الله، وان كانت شرا فتخويف من الشيطان، والرؤيا حديث نفس. غير كده لا حد يصدق ولا يجري ولا يترعب ولا يخاف، وتبقى الدنيا جميلة حال. محمود. يا محمود. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور عطية. قدامك. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. منور دايما قناة دريم. الله يسترك يا رب وينور عليك. ربنا يبارك في حضرتك ويزيدك. إياك وجميع من يشاهدنا يا رب، أؤمر. الأمر لله وحده يا دكتور. أنا بطلب حضرتك يا دكتور بدعوتك للحاجة والدتي. مالها؟ تعبانة بتتعالج يعني من الكبد وكده. ربنا بحق جاه النبي كده عليه الصلاة والسلام وكل اسم هو له أن يجبر خاطركم فيها وأن يشفيها وأن يعافيها وأن يأخذ بحالها مما هي فيه إلى أحسن حال، سبحانه وتعالى ذو الإكرام والجلال وكل مرضانا يا رب. وهشام. هشام اتفضل يا هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. بقول لي سعادتك، بس كنت عايز اعرف لو سمحت الايام المفضله في صيام لصيام شهر رجب. حاضر. وشعبان. حاضر. رمضان طبعا بنصومه كله، ولكن في ايام مفضله في شهر حاضر. رجب وشهر شعبان ارجو من حضرتك ابلاغنا بيها بصيام. الله يسترك على عيني يعني. كل سنه وحضرتك طيب ولحظه وجميع المشاهدين بهلول يعني رجب، وبعده ان شاء الله شعبان ورمضان الذي أنزل فيه القرآن، والذي هو صومه مختلف عن صيام غيره من أيام السنة. بإيه؟ بإنه المتواتر الوحيد، الشهر الوحيد. خلاص؟ رمضان ما فيهوش كلام. للقادر على الصوم مسلم مكلف. شعبان قد ما تقدر. قد ما تقدر يعني معناها في دليل على كده. إيه هو الدليل؟ إن عليه الصلاة والسلام ما شوهد في شهر صائما أكثر الأيام كما شوهد في شعبان، وقال هذا شهر عليه الصلاة والسلام يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنا أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. فشعبان على قد ما تقدر وطول الشهر، ويستحسن في أوله عشان في الآخر في كتاب حجمه قد كده اسمه شفاء الغليل،
والعرض قد كده. شفاء الغليل لو فتحنا الصفحة اللي على اليمين هنلاقي فيه كلمة اسمها التهريسة، ألف لام ته ها ه ر ي س ته مربوطة. التهريسة يقول لك التهريسة دي ايه؟ لحم، اللحمة، اللحم الذي يؤكل في شعبان. كان الصحابة رضوان عليهم رضوان الله عليهم يكثرون من أكل اللحم في شعبان استعدادا وتقوية لرمضان. شفتوا اللحمة حلوة ازاي؟ حدش بيقول لي بقى 80 جنيه 180 ما ليش دعوة. إيه نقدر إيه؟ واللي ما يقدرش يفول بقى وخلاص يعني. فياكلوا جامد في شعبان عشان يدخلوا في رمضان أصحاء. رجب 1 2 3 13 14 15 زيه زي أي شهر في السنة. لا في حادثة إسراء ومعراج زي إحنا بنعمل، ولا ذكر البط بتاع المعراج زي ما نشأت في قرية عملوا الذكر بتاع المعراج. حادثة الإسراء والمعراج ما حدش يعرف هي كانت إمتى، نؤمن بها لكن إمتى ما حدش يعرف. إحنا اخترعنا تاريخ خلاص براحتك مفيش مشكلة، بس ما فيهوش صيام. رجب شهر الله الحرام فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هكذا قال الله على الشمال في سورة التوبة. والنهي عن ظلم النفس في عموم السنة واجب، وفي رجب وفي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم من باب أولى. يعني أنت في شهر حرام اسمه رجب عظم فيه شعائر ربنا وخاف منه أنك تعمل فيه جريمة أو معصية لأنه شهر كبير. لكن الصوم ولا أي حاجة في الدنيا في رجب فيها صوم غير العادي، يا أوله 1 2 3 يا 13 14 15، ولا في حاجة اسمها خميس رجب، ولا في حاجة اسمها جمعة رجب، ولا في حاجة اسمها طلعة رجب، ولا دخلة رجب، ولا الشكمونات ولا الدجل ده نهائي خلاص. ورجب زيه زي الشهر اللي قبله اللي برضو مش عارفين نقوله، ولكنه شهر الله الحرام واللي قبله مش حرام. اسمه ايه يا حلوين؟ اسمه جمادى الآخرة. اللي قبله اسمه ايه؟ جمادى الأولى. بتضايق لما اسمع الناس وبالذات مثقفين بقى وبتاع ربيع أول ربيع آخر، آخر دي اسمها أنظر، إنما ربيع الأول اللي اتولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وربيع الآخر بعدهم جمادى على وزن فعالة، جمادى الأولى، والتاني جمادى الآخرة، ثم رجب ثم شعبان فرمضان فشوال فذو القعدة فذو الحجة فالمحرم فصفر. أم عهد، الله إيه الأسامي الحلوة دي؟ قولي يا أم سلام عهد. السلام عليكم. عهد اسم حلو قوي، عندها كم سنة؟ 13. ربي يبارك لك فيها. الله يبارك لك، الله يخليك. أموريني. أنا بتكلم بخصوص الحلقة النهاردة، الطلاق. أنا حضرتك، أنا اتجوزت، كان والدي متضايق من الجوازة، مش أبو عهد بقى، لا الجوازة تانية. كان متضايق من الجوازة التانية، وحدث إن أنا اتجوزت فعلا وكنا عايشين كويسين مع ضغوطات من أهلي، وكان عشان يجوزهوني كتب شيكات على نفسه بملايين علشان أبويا يوافق. يعني ايه الملايين دي يا فندم؟ لا اسمع، الملايين دي ايه؟ كتب شيكات على نفسه. العريس يعني عشان احنا مش عايزينه ففرضنا عليه ملايين، فهو كتبها عشان عايز وشاري. بالظبط كده. بس هو ما معهوش 100,000. معهوش جنيه. ما معهوش جنيه وكتب. بالظبط كده. ودخلتي عليه. ودخلنا وكنا عايشين. قال جه يوم قال لك انا ندمان على اللي انا كتبته وبس، انا كان نفسي فيك يومين كده لكن بالعكس بالعكس، لكن انت ما تسويش بالعكس بالعكس والله 15,000 بالعكس يا دكتور. كان شاري قوي يعني، كان شاري وشاي وحاطط ولادي في عينيه، وكان يعني ونعم الاب ليهم فعلا يعني. بسم الله ما شاء الله. مع ضغوطات ومع ضغوطات اهلي وحرماني من الميراث وي 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 وي، بس انا اتجوزت برضو في بيتهم، ما اتجوزناش. لا 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 لحظه بقى، يعني ضغوطات اهلك انت؟ طب مش هم رضوا بالملايين اللي كتبها الواد؟ لا ما هو يعني زي ما يكونوا ايه ضحكوا عليه، اكتب واحنا هنوافق. كتب طب لا ابوها برضو مش موافق وعايزين تتجوزوا بقى اتجوزوا. لا بس انتوا دخلتوا خلاص.
دخلنا خلاص، بس حدث بقى بعد كده ان ايه مع ضغوطاتهم. لا 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 بقى معلش، عشان الحته دي مش هقدر اعديها ابدا، مش هقدر اعديها. احنا اتلم العسل على المانجا بالظبط، واتقفل الباب بشرع ربنا طبعا. ضغوطات ايه بقى اللي هتجيبين النكد وهتخليني اسوره دلوقتي؟ انت كده هتخليني اسوره، اوعى تقولي انك اتطلقتي. ايوه شفتي بقى، وما تقوليليش بقى معلش بقى، خلي عقلي انا معاكي. اتفضل. احنا اتفقنا الزغلول اتلم على الزغلوله بالظبط، وكتبنا الملايين وانت بتضحكي اهوت، وضحكت طبعا جوه اكتر، والواد قال يا ريتني كتبت مليارات يا روح قلبي اللي كنت غايبه عني. بالظبط كده. ايه بقى ضغوط ايه اللي هتدخل لكم الشباك؟ الاب ما مش عايز اشوفك، وولادي ما انا ابويا هو اللي بينفق عليهم، لان الزوج الاولاني مالوش ما لا علاقه لي. طب يا فندم ما هو الاب بينفق على اولادك، ينفق ما يجراش حاجه، ده جدهم. انا أيوة بتكلم على الزغاليل يا هانم، الزغاليل الزغاليل، انت والوادي اللي كتب الملايين. ما انا بقول لحضرتك هو معهوش جنيه. كان بقى بيطلق عليا، بقول له يا ابويا انا مش طايق عليا، يقول لي اطلقي وتعالي وانا هرضى عنك. المهم انا بقالي سنه دلوقتي بعد الطلاق، عرفت ان انا اتسرعت وكانت الضغوطات عليا. انا يعني اتسرعت لما اتجوزتي؟ لا لما اتطلقت. ليه؟ اتسرعت لان انا رحت لابويا قلت له انا اكتشفت ان هو كان بيعرف بنات وانا كنت. انت قلت كده لبابا؟ لا، وانت هتقولي لبابا الكلام ده الا بعد ما تقوله له جوه؟ طب ما انت قلته له جوه اكيد. ما انا قلته له جوه. طيب وبعد ما قلته له جوه ما هو ما عادش زغلول وزغلوله، ده بقى بكيزه وزغلول، بقى رايه وسكينه كده. ايوه ما حاول. امال عماله تقولي لي وتوافقيني وانا بقول لك اتلم العسل على المانجا، وانتوا جوه منتهى السعاده بتقولي اي هنا وتقولي اي هنا، رسيني على بر. هي حدث بس مشكله واحده ورحت بس اشتكيت. قولي كده. يعني هي ليله عسل؟ لا سنه عسل. ايه؟ عشنا سنه عسل. سنه؟ نعمة قوي. كان بيصرف فيها منين؟ من شغله. امال جنيه ما معهوش جنيه ازاي ما دام صاحب شغل؟ يعني مرتبه خلاص بيخلص في الشهر وخلاص، ما عندهوش يعني مصدر دخل تاني يعني. وانت عايزه حاجات ما كانش بيجيبها؟ لا والله الحمد لله كان بيجيب كل حاجه، بس انا بقول ساعه غضب ورحت لوالدتي قلت لها انا. ايوه بس انت استني بس، ما انت فتحتيها اهو بقى، قلت له بنات ومش بنات قبل ما تروحي لبابا وماما. بالظبط كده. طيب وبالتالي لما فتحتيه يبقى برضو اكتشفتي حاجات والعيشه بقت زي الاطران. والله ما في، والله يا دكتور لما في حاجه تانية، والله العظيم ما في حاجه تانية. حاجه تانية ايه؟ انا مش يعني ما فيش حاجه تانية اكتشفتها غير كده. ما هي اتسودت هي دي شويه، ما دي اللي بتطلق كل ساعه. ايوه ما هي دي بقى، انا قلت لحضرتك برضو المشكله مش في دي، انا بقالي سنه عايزه ارجع تاني، وعرفت ان انا اتسرعت واخطأت. ابويا قال لي والله يوم ما الطلاق ما تدلوش الشيكات، راح واخد الشيكات دي ورافعها عليه وحبسه الملايين بالملايين، واتحبس. صلى عليه. صلى عليه. عايز اعرف هل والدي عنده حق ان هو ومقاطعني بقاله سنه يعني عشان عايز ارجع لجوزي ليه؟ وهو في السجن كده. ما هو بابا مفكر عشان انت ترجعي لازم هو يتنازل عن القضايا دي والواد يطلع. ما هو بالظبط كده، ما هو بالظبط كده. انا ابويا يعمل ليه كده وهو بيعرف ربنا يعمل ليه كده وانا ما كل واحد بيعرف ربنا بطريقته. طب جايز ابوك له طريقه انا ما اعرفهاش وانت ما تعرفيهاش كمان. ما هو بابا لو هو اللي بيكلمني هيلبسني اجدع عمه ويقول لي واد صايع وهي خارجة ومعاها عيال. وعايز لحظة واحدة هقول لك، بابا كان هيقول لي ايه؟ بابا كان هيقول لي دي متطلقة ومعاها واد وبت ومحدش يعرف يربي العيال ولا ينفق عليها الا ابوها. اقول له مظبوط. يقول لي ولو قالت لي عايز ارجع لابو عهد وكذا كنت انا اللي اذبح روحي وارجعها عشان تعيش وتربي العيال. اقول له مظبوط. يقول لي حبة واد صايع. اقول له غلطانة. كل ما اقولها بلاش وتهب فيا. اشترطت عليه شروط جامده عشان يقول ما حد الله ما بيننا وما بينكم وغور. اصر ومضى وحرقوا دمي وقعدوا يومين كويسين وجوني قالوا لي، قالت لي ده بتاع نسوان وبنات. هيقول لي كده؟ هقول له ايه بقى؟ هقول له حاجه واحده وما زلت بقولها له طبعا.
اللي راح راح يا حاج، وما تتماداش في الظلم. هو خد بنتك بكلمة ربنا، غلطنا في الاختيار يا حاج، هي سيب يا حاج، وقانون الشريعة يا حاج بيقول الثيب تعرب يا حاج، يعني لازم تقول أخده يابا. البنوتة زي سلمى مبروك ما تقولش، ولكن تكسف كده تضحك كده بتاع تسكت. أعرف أنا إن شاء الله لو عشت يعني بإن إيه هي موافقة على اللي ما يتسمى لو كان مش راجل صالح يعني. وسكوت بيقولوا كده قبل الدنيا ما تتور. ما هو دلوقتي العذراء دي لسانها بقى كده، وتقول هو مين ده اللي أغرى؟ خلاص الدنيا ما هو كده، ما هي دي. لو عايزين ترجعوا الدنيا تاني هتلاقي العذراء دي إذنها صماتها سكوتها يعني. إنما اللي سبق لها الجواز لازم تقول بحبه يا بابا، كخة يا بابا، لازم تقول كده، لازم تعرب. فأنا هقول لأبوكي أعربت ابنتك وتزوجت بمن به خلل، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هي دلوقتي حضرتك حنيتي للورور اللي جوه السجن، مش حنتي له كشخص، ولكن كحنتي له لأشياء أخرى أنت عارفاها وأنا ما أقدرش أقولها على الهواء، فنفسك ترجعي له. لكن هو دلوقتي مسجون، أبوك يتقي الله فيه ويعرف إنه هو الولد لا 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 عليه ملايين ولا حاجة، وإنما عمل ده إرضاء يعني حبر على ورق يعني حاجات صورية، فخلاص انتهينا على كده. تتقطع تتنيل، المحامين يشوف شغلهم، والواد ينطلق بحريته إلى عمل آخر. ولو أثبت مع الأيام إنه كفء ليكي وإنت ما كنتيش ساعتها اتجوزتي، يبقى في هذه الحالة ممكن ترجعوا قوي. لكن حبينا بعضينا، أنا بقول كل يوم المعنى المفقود للحب مش موجود عندنا. إحنا عندنا كله 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 رغبة، كله 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 حلو قوي، كله 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 الله عسل عسول. إحنا ده مش حب، دي رغبة جنسية جامحة بس ما بين الراجل وما بين الست، عايزين نفضها في الحلال بدل ما نفضها في الحرام. لكن لا في حاجة هتوجعنا لما نعم، ولا في مبادئ ولا في مقتضى الحب ولا في رئاء ولا 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 اطلاق. حتى اللي عمله ده تهور انه يمضي على ملايين وهو كما تقولين ما معهوش جنيه، ده منتهى التهور. معانا محاسن محمود، اتفضل يا حود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يسترك. في سؤالين بعد اذنك ممكن؟ اتفضل. ازيك فضلك؟ تفضلك الله. بالنسبه انا كنت شايل مبلغ في البنك. بقى شايل مبلغ في البنك. في البنك نعم، فاتصلوا عليا وقالوا ان انت كسبت مثلا جائزه. قيمتها مبلغ يعني. يعني السؤال الاولاني على جائزه البنك يا محمود، والسؤال الثاني. طيب الثاني في شيخ جاء على قناه من معلش والنبي لا تجيب لي شيخ ولا شيخه، انا هقول لك كلمتي وانت ارميها في البحر لو مش عاجباك. السؤال الثاني. طيب ماشي يا دكتور. هم بيقولوا بدلة الرقص اللي لابسها الراقصة أفضل من اللي لابسة خيمة، بزعل المطرقة. بدلة الرقص إيه يا حبيبي مالها؟ أفضل من اللي لابسة خيمة. أفضل من اللي لابسة خيمة؟ بزعل المطرقة. بهدوء شديد جدا مش أفضل، بس خلاص. ده بيقول أفضل، أنا برد أقول مش أفضل. طب يا ريت تجاوبنا على بتاع البنك. هقول لحضرتك بس لحظة واحدة. اتفضل. اللي لابسة خيمة أفضل. نعم. هم قالوا ديكها أفضل طبعا. أنا برد على حضرتك واقول لك مش افضل، ولا في داعي لا الكلام كتير ولا لحاجات هتطلعنا عن السياق وعن الدنيا الجميله. الله يكرمك. الله يكرمك. معقول وجهه. اما جائزه البنك يا محمود ما فيهاش حاجه ابدا، لانه بيشجعك وبيشجع غيرك على الاستثمار، لا هي قمار ولا اي حاجه خالص. كمبيوتر بيفرز وهم بيشجعوا الناس على الاستثمار وعندهم ميزانيه لكده، وطابت انفسهم به. وفي الحديث لا يطيب مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. وبعدين البنوك ما فيهاش بنوك خاصه، كلها بنوك الدولة، والدولة لو عملت الجايزة كل يوم للمواطن مش هتكافئه، بس تقدر تعمل كده، وهي لو تقدر ماديا كان هتعمل كده. أبدا ما فيش فيها حاجة. حسنات رانيا، رانيا رونيا إيه؟ هانيا بالهي؟ عمري ما سمعت هانيا إلا النهاردة، قولي يا هانيا. ألو؟ ألو؟ هانيا؟ ألو؟ أيوة اتفضلي يا فندم. مساء الخير دكتور مبروك. مساء النور يا فندم. حضرتك انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. انا مطلقه من انت مصريه يا هانيا؟ انت مصريه؟ انا مصريه. واسمك هانيا فعلا بالهاء؟ هانيا. طب كويس مفيش مشكله اتفضلي. حضرتك كنت عايزه اسال حضرتك، انا طلقت من 4 سنين وكان انفصال قبلها ب3 سنين لسوء الخلق لجوزي.
وإدمانه للستات، علاقات الحب. إدمانه للستات. انت اكتشفت طبعا انا كنت عايزه اسال حضرتك. لا لحظه واحده، يعني انت حضرتك اكتشفتي برضو؟ مش اكتشفت حضرتك، انا شفت لا 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 يعني قبل ما تتجوزيه ما كنتش تعرفي ان هو مدمن؟ لا ما كنتش اعرف عنه اي حاجه. ما كنتش تعرفي. هاني اسالك سؤال اجابته في ثانيه من فضلك، اسالك سؤال اجابته في ثانيه، يعني جاوبيني في ثانيه. اتفضل. حضرتك ما كنتيش تعرفي واتجوزتي، ده صح ولا غلط؟ يعني كان لازم تعرفي ولا لا زي ما بقول؟ احنا اتجوزنا جواز صالونات، ما كانش عندنا. وماله؟ اوكي، صالونات واوض بتاعت ضيوف وعلى كافي شوب اسمه جواز. على فكره مصطلح جواز صالونات ده مصطلح فاسد وفاحش. الجواز جواز في الاسلام، يا ريت بس يبقى عندنا صالون عدل نقعد فيه واحنا بنتجوز. مفيش حاجه اسمها جواز صالونات ولا جواز عن هب. مفيش حاجه اسمها هب اساسا. العائلات يا فندم، ما هي عائلات جواز محترم وكل حاجه، والعائلات كانت لازم تدور وتكتشف يا فندم. ايه هو جواز صالونات ده؟ كخه؟ ايه جواز صالونات يعني؟ يعني ناس محترمه بتتجوز. عادي يعني. الجواز المفضل بالنسبه لنا، الجواز المفضل هو جواز الصالونات ايام ما انا اتجوزت وعشت معاها. لا يا فندم، من غير ايام وهيفضل يوم القيامه الجواز جواز يا فندم. يا رب يفضل يا رب. المهم يعني كان لازم يا فندم في الصالونات نقول له انت مين يا اللي انا مش عارفك، ونقعد سنه كاوليائك. سالنا حضرتك. والله. وللاسف كان ارشى مديره في العمل عشان يشهد ان هو انسان كويس. شفت بقى ازاي؟ طب وده الكلام ده ما ينفعش. ما انا ما بقولش حضرتك اهو، بس افهمه مبروك عطيه. انا ما اقولش اساله عليه، لان انا لا اثق في المسؤول اللي انا بساله ده. في هقول لكم، هقول لك على لغز بس يا هانيا، هقول لك على لغز سر سر الموعظه الحسنه. ان احنا عندنا لما بنسال حد، في ناس بتعتقد ان لو قال كلمة وحشة على الراجل ده حرام عليه، ده طبعا رونج والدبل ما بتنطقش، يعني بني ادم غلطان. الحاجة اللي هي اهم حاجة فيما يجب افشاؤه لما تتسئل على الجواز، واحدة او واحد، ولا تقولش اعراض، ولا تقولش غيبة ونميمة، ولا اقول كلمة وحشة، لا، يجب الافصاح، لان هيترتب على شهادتك من نيله ب60 نيله دي ان اتنين هيتجوزوا وهيجيبوا عيال تتشرد وهيعيشوا أسوأ حياه. فاتفضلي كملي لي بقى. حضرتك انا 20 سنه بعاني من وجود ستات جوه بيتي وبره بيتي وفي المكتب. ايه اللي صبرك ال20 يا هانيا؟ ايه اللي صبرك ال20؟ 20 سنه عشان كنت كتباله كل حاجه باسمه وشركاتي. ايه الجمال ده بقى؟ ايه الجمال يا هانيا ده؟ ايه الجمال ده يا هانيا؟ ده الدنيا لبست وبعضيها. صدمه. انا حضرتك هطلق وكل حاجه كنت كتبتها اوريدي كان لابس خناع. ايه اللي خلاكي تكتبيها يا حبيبتي؟ ايه اللي خلاكي تكتبيها يا ستنا؟ كان البيزنس اللي انا عاملاه كان يستوجب وجود راجل، وكان يستوجب، وكان بيقول لي هل انا ينفع ابقى جوز الست؟ هل انا ينفع؟ مدير عام صلاح. انا لا اتخيل حضرتك، انا بسجد لله. صلاح ذو الفقار. صلاح ذو الفقار وشاديه. كانت هي المديره بتاعتك. وجوز الست. صحيح. ولعبه الست كمان نجيب الريحاني. بصراحه وانت بقى قلت يا لهوي، انت قلت كده يا لهوي؟ لا يا اخويا، ده انت راجل وستين رجال. استنى يا ابو محمد، استنى اما اكتب لك الشركه يا اخويا. يا لهوي، تبقى جوز الست ازاي؟ يلا وتكتبي له وتيجي مشغله الكاسيت. ادي احنا كمسلمين. ده اللي حصل، ده اللي حصل. لا قوليها تاني، ده اللي حصل، عشان بتوع اليوتيوب لما ياخدوا المقطع محدش يظلمني. لا لا لا، ده اللي حصل وانا تم. سامعيني يا بتوع اليوتيوب؟ ده اللي حصل. كل ما تتخيله كان بيطلب مني اشوف بعيني واسكت، يا اما مش هيصرف على الولاد. انا شفت جميع. ويصرف عليكي من فلوسك. ويصرف عليكي من فلوسك. من فلوسي. عشان لما بيتم اخبار السكرتيرات الخاصات دي. جواز ايه بس؟ من فلوسي حضرتك. يا فندم. عشت في القاهره حضرتك، عايز اسال سؤال واحد. أموري. هذا الرجل لحد يومنا هذا طلعت الحج اكثر من 3-4 مرات، عمره وحج، وحاولت احلفه قدام الكعبه، رفض، يرفض التوبه الى الله. انا عايز اسال حضرتك على حاجه، هل انا دلوقتي وصلني ان هو دلوقتي يقيم من حفلات المهون؟ وانا شفت بعيني، يعني انا وصلت لحد عنده وشفت، والناس قالوا لي ما تطلعيش، وحصلت ضده كذا بلاغ، يعني الناس مبلغه لوجود شقه مش مشبوهه. اللي انا عايزه اسال حياتك، هل ربنا هيعاقبه في اولادي
الولاد يتأثروا أو ياخدوا جين منه. قال أنا عندي ولد وبنت في منتهى الاحترام. الله يخليهم وبارك فيهم. لا تزر وازرة هانية، لا تزر وازرة وزر أخرى. ربنا أعدل من إنه ينتقم من الأولاد في شخص أبوه. عكرمة ابن أبي جهل صحابي سيدنا وأبوه كافر ملعون، بس النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أبا عكرمة لأن سب الميت يؤذي الحي، لكن لم ينتقم الله في عكرمة من أبيه. لا تزر وازرة وزر أخرى أبدا. وإنما اللي أنا عايز أقوله للناس كلها، دي صورة من صور وجداننا المجروح وقلوبنا الضيعة وعقولنا المشتتة وثقافتنا الغلط. ما تصورش ان اللي زي الاستاذه اللي كلمتني حالا هانيا، ان المراه بهذا التوحش في الرغبه الجنسيه، ما تصورش. علشان تدور الكاسيت وتقعد ليله سودة من حلقتين، برضو واحده جابت ميراث ابوها 30,000 وادته الواحد، قلت لها طبطب عليك ليلتها، قالت لي ايوه يعني. وانا قلت في البرنامج في الموعظه الحسنه ليله سودة ب 30,000، برضو ليله زرقاء على هانيا، انا اسف بكل ما تمتلك. حاجة وحشة قوي. ربنا مش هينتقم في أولادك ما داموا صالحين. في قاعدة بس اسمها صلاح الآباء ينفع الأبناء، ودي خدوها العلماء من قصة الولدين اليتيمين في القرية التي مر عليها كليم الله والعبد صالح وكان أبوهما صالحا، فنفع الله الأبناء بصلاح الآباء. العكس لا، لا يضر الله الأبناء بفساد الآباء أبدا أبدا. اوعوا تسمعوا غير كده، مفيش الكلام ده. وعلى فكرة كما تدين تدان، مش في بنتك، فيك انت، فيك انت. الجزاء من جنس العمل، فيك انت مش في بنتك ولا في ابنك. محمود من بورسعيد، فضل يا حودة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش بتاكد حضرتك على حاجه في سوره الكهف. اتفضل. قصه سيدنا خلص مع سيدنا موسى. ايوه. هل هي تعتبر تاكيد لوحده الشهود؟ تعتبر ايه؟ تاكيد لوحده الشهود. والله العظيم ما انا سامع. انا ما سمعتش. هل هي تعتبر توكيد؟ لايه؟ لايه يا فندم؟ لوحده الشهود. لوحده الايه؟ الشهود. وحدة شروط الشهود. وحدة شهود. شهود مين؟ وحدة شهود. ايه شهود مين؟ قصة الخضر مع موسى. تعتبر توكيد لوحدة الشهود. انا شهود يا محمود. لا وحدة الشهود اللي هي الخروج من الازدواجية الشاهد والمشهود. وازدواجية ايه؟ الشاهد والمشهود. الشاهد اللي هو في قدامنا اللي شايف، والمشهود اللي هو المرئي. يعني هو ركب السفينه فخرقها، فسيدنا موسى بص للظاهر بس عشان ما نكبرش المصطلحات للمشاهدين، فقال له اخرقتها لتغرق اهلها؟ مش قلت لك ما حتى في اول مره ما قالوش لك الالم اقل. الثانيه لما قتل الولد سيدنا موسى بص العيل لم يجني جناية حتى يقتل، فغصب عنه قال قتلت نفسا زكية بغير نفس. نظر موسى إلى الظاهر، والعبد الصالح قال وما فعلته عن أمري، يعني هناك باطن، وفسره بعد ذلك. لكن لا تتبع، ولا يجي واحد ليوم القيامة يقتل عيل ويقول ده كافر. والكلام ده اتقال من 1200 سنة وشوية في أصل أمير المؤمنين في دمشق، وسأل فيها علامة كبير جدا وقال له على كده الولد اللي ممكن ألاقيه كده مش مظبوط أقصه؟ قال له ممكن. ألا؟ قال له لما تلاقي اللي لقاه العبد الصالح، إذا قرأت على قلبه ما قرأه العبد الصالح من كلمة كافر أطلعه الله عليها فذبحه فصر، كان أبواه مؤمنين. وإذا أطلعك الله على أن هذه السفينة لو لم تخرق لأخذها الملك الظالم غصبا، يبقى أخرم السفينة. لا يجوز القياس.
والعلم اللي دوني لم يعد موجودا، وأصبح العلم كده بدهوت كما قال سيدنا محمد في البخاري. العلم اللي دوني كان عند العلامة والعبد الصالح يا حبيبي، دلوقتي ما فيش حاجة اسمها العلم اللي دوني. العلم اللي دوني يعني بواسطة يعني منك لربنا من غير معلم، انتهى انتهى اليوم القيامة. أي حد هيستناه أو يدعيه هيبقى عايز يخرب الدنيا، عايز يحكم على نفسه بالإعدام، وياريت بسرعة يا رب عشان نخلص من الهوس والدجل. بس إنما العلم بالتعلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقال لأسرى بدر كل واحد يعلم 10 من أبناء المسلمين ويمشي، نظير ال 400 اللي كان بيطلبهم فداء للأسير. أنت معكش فلوس؟ أه طب علم لنا العيال دي القراية والكتاب. كان ممكن سيدنا محمد يقول يا رب العشرة هم والعشرة هم، ويلا وراكم ولاد ربنا هيعلمكم لدني كده، وذاوت تيتشر وذاوت تيتشر مفيش، لا شاهد بقى ولا مشهود ولا تتعب نفسك ولا وحدة ولا اتحاد ولا انفصام في الشخصية ولا سيزوفرينيا ولا القياس. سامي أحمد، تفضل يا أحمد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يستورك. لو سمحت دكتور كنت عايز رقم حضرتك الشخصي. أهو هيدولك على طول. في سؤال يا أحمد؟ في أسئلة كتير والله دكتور، في موضوع كده كنت عايز أخد رأي حضرتك. حاضر، تحت أمرك وربنا يصبرك عليه، وبقولها كل أسبوع يعني أديت من كلمة إن ربنا يصبرك عليه، لأن لكم أن تتخيلوا إن فيه ملايين بتتصل بي، بشكرهم والله العظيم وبدعي لهم، لكن ما عنديش طاقة أسمع كل الناس ولا وقت يكفي. فاللي برد رجب بتاعنا ولا رجب جديد؟ عم رجب. عليكم يا دكتور. أخبارك إيه؟ والله والله بنعمة. الله يديمها عليك. والله بنعمة كبيرة، بس البرنامج زوده ساعة. ليه؟ البرنامج يديله ساعة تاني كل يوم خميس وجمعة. عايز البرنامج يزيد ساعة كمان؟ اه يا ابوي. يا اخي طمعان يا رجب انت، بس في الخير الله يجزاك الخير يا رب. بحبك قوي بحبك قوي. والله العظيم وانا كمان بحبك، واقول لك على حاجة نفسي فيها يا رجب. يا ريت. والله العظيم نفسي اكون معاك ويكة. والله 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 لابعت لك الويكة. لا ما تبعتليش قسما بالله ما خدها. انا بقول لك نفسي اكونها معاك، يعني اكون في سوهاج يا عم الحاج، اكون في سوهاج وتبعت لي اجيلك ولا انا اجيلك، بس كون بالمفرك مش خلاط يا رجب. انا في محطة اسنا يا راجل. سامعني؟ انا في محطة اسنا محافظة اللوكسور. انت عارف عارف المفرك؟ ايوه المفرقة بتاع امي وامك. عندي عندي والله عندي. مش هتحط لي البامية في خلاط يا رجب؟ لا وحط لك تومه. بس هو ده والله ادي والله والله اللي نفسي فيه بقوله لك. وانا بروح سوهاج، انت عارف انا استاذ في دراسات سوهاج بقالي 100 سنه، فاكون في سوهاج يا واجي لك ساعتين، يطلع طيران من القاهره عليك وتستناني في محطه لوكسور يا دكتور، بس العربيه على حسابي من مطار لوكسور لبيتكم. انت تعالى وهات فريق الاعداد معك. جبتوا ليه؟ اجيب الفريق كله؟ ايوه حامل والاخراج كمان. حاضر يا منى، ومنى بتقول الاخراج والنار. والله انا سعيد بيك وسعيد بمكالمتك، ويلا اسالني عشان ما اطولش عليك. عندي سؤال وعندي دعاء. قول. يا النبي يا شيخ لا تدعي لي للامه الاسلاميه كلها. الله يصلح حالك وحال الامه الاسلاميه كلها. والعرب اتجمعوا تاني يا شيخ. قول تاني. العرب اتجمعوا تاني. الايه؟ العرب العرب يتجمعوا والعرب يتجمعوا تاني. اللهم امين يا رب. واحنا طبعا عايشين حاله من الوجدان وحاله من السعاده بزياره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، الله يحفظه ويحفظ المملكه. وانا ما بعتبرش صاحب الجلاله خادم الحرمين الشريفين في مصر، ولكن بعتبر المملكه السعوديه كلها في مصر، وبعتبر العرب كلهم في مصر. الله يديمها سخاء رخاء، ونحن والعرب يتجمعوا وتقوى كلمتنا ويتحد صفنا وتكون لنا سوقا واحده وتكون لنا عمله واحده، ويجي اليوم اللي نفسي فيه ان انا اطلع من الحلقه اخد منى واللي اقدر عليه من الاصطف، والله اخدهم 5 5 و6 6، نعمل عمره ونرجع ونتعشى في مكه ونيجي راجعين من غير تاشيره، من غير تاشيره، والدنيا تيجي لنا من غير تاشيره، وكل الدنيا تاخد اجراءاتها الامنيه وكل حاجه. بس يعني يا رب يا رجب يتحقق. رجب مشي طبعا. صلاح، يلا يا صلاح. ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا سيدي، الله يكرمك. الله يخليك. كان في حلقه من الحلقات بتاع حضرتك سالت فيها عن اخ او صديق ليك اسمه ابو علي سعيد شمس. لا انا مش سامع بالراحه.
ليه صديق ليك اسمه ابو عزه في عين شمس، عين شمس الشرقيه. اه طبعا عين شمس الشرقيه. ايوه طبعا ليا، مش ده 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 اخ كريم وكان عنده عيل صغير مات وانا دخلت. هو حاليا يعني عاجز في البيت ورجليه الاثنين يعني ربنا يعافينا يعني. عاجز في البيت في عين شمس؟ حبيبي ارد عليا في عين شمس؟ في نفس بيته في نفس بيته القديم في حارة الصعيدة؟ بالظبط. ولا انت بتتكلم على واحد تاني؟ لا هو ابو عزة في حارة الصعيدة فعلا جنب احمد عبد العزيز. ايوه تمام. انت تقرب له حاجة؟ لا انا جاره بس. انت جاره في نفس الحارة؟ ايه لحظة واحدة، هو انا يا ابني نسيت ولا عندي غير ذاكرة؟ انا لما بروح اخطب الجمعة في عين شمس بقابل الاكارم اللي هم رفاق التربية بتاعتي، وأنا في جامعة الأزهر لسه طالب وبخطب في جامعة السيدة خديجة، أكيد حضرتك تعرفه، وأروح له في أقرب فرصة. أنا لادي في سوهاج إن شاء الله، برجع من سوهاج بإذنك يا رب أزور أبو عزة خير من عرفت. وهو كان عنده طفل صغير مات أنا فاكر من أكتر من 30 سنة، ورحت عزيته فيه وإحنا قاعدين بالليل. أبو عزة ده حرك شفايفه وقال كلمة واحدة وهو يبكي في طفله الذي مات، كان بيقول يا بابا. جاب لي عقدة أنا نفسية، كل ما عيل يموت أفتكر أبا عزة وهو يحرك شفتيه ليذكر مآثره ومناقبه، أي مناقب طفله الذي مات رضيعا، ويقول كان يقول بابا. فأقول أنا فما بال من مات شاب له لم يقل يا بابا، وإنما قال الشعر وأنشأ الدواوين، واحتضن أباه وعبر وقال وسمعه. ساعتها بقول اجعله وأضعافه في ميزان أبيه وأمه اللذين صبرا على فراقه. ولما يجيني شبح إن في حد من الأولاد أصيب بشيء أنا ما بنامش الليل، مجرد شبح، لكن ما غاب عني أبو عزة وهو الرجل الأليوبي أعتقد من محافظة الأليوبية، صاحب الطاقية الطويلة، يعني كأنه من الآثار الجميلة، قمحي اللون، ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، دائم الابتسام، حبيبي وبيني وبينه عيش وملح وجيرة، أسأل الله له السلامة وإن شاء الله أزوره عن قريب جدا. أم مصطفى، يا أم مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ستي ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك. الله يستورك. ربنا يبارك فيك يا رب. وفي حضرتك وكل من يشاهدنا. ربنا يخليك يا رب. تفضلي. مصر منورة بحضرتك والضيوف بتوعنا بتوع السعودية. ربنا يكرمنا يا رب. أمين. وربنا يجمعنا دايما على خير يا رب. اللهم أمين يا رب. دعواتك ليا يا دكتور الله يكرمك، ربنا يشفيني. امين. ويوعدنا بحجه السنه دي يا رب. اللهم امين يا رب، ويحقق لك مرادك. انا بقالي 7 سنين بقدم ويفكرك بينا وتدعي لنا يا رب. ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك. تؤمر يا مصطفى. حضرتك انا بسميه حضرتك نور على نور. الله يسترك يا رب. الله يجعلني عن الظلم. الله يجعلني عن الظلم. ربنا يبارك فيك يا رب، الله يحفظك ويخليك لنا. نورتيني يا رب، الله يخليك. شكرا. شكرا يا دكتور. العافيه يا فندم، مع الف سلامه. اشرب بيه، يلا يا اشرب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ كنت طالب من حضرتك رقم غير خاص بس عشان في سؤال. اهو ثلاثة دلوقتي عايزين الرقم الخاص. على طول فورا هتملهولك ستنا او حد من الكنترول وربنا يصبرك عليه. اوعى تفكر، اوعى تفكر ان احنا اقول يا اشرف. ما هو خلاص. طيب يا حبيبي هتاخد الرقم حالا زي ما قلت لك. والله انا غصب عني ومعذور. انا عارف. صدقوني. يعني انت عارف اني بقول لك الامم الامم. الو الو بيهنج الجهاز وبيتعبني ساعات. وفي حاجه كمان عايز اقول لكم عليها، وهي برضو ان اللي حتى اللي ربنا لما يكرمني انا وارد على حد بيجيب الحدوته من الاول، انا نفسي اقول له ايه السؤال عشان اجاوبك، لان في غيرك وانا كمان مش هقدر اسمع كلام حتوه منك. يعني اللي بيسال سؤال 2016 بيجيب لي من اول 1943 قبل الحرب العالميه، وبعدين يبتدي من جاي لك في الكلام اهو. طب ما هو حجيني في الكلام، ما انتش هتلاقيني حاجات كتير. ها انا كل ما ارجوه وانا في الدقائق الاخيره من هذا اللقاء من الموعظه الحسنه، ان احنا بقول للولدين او للرجل الكبير حتى والمراه اللي بيتجوزوا ما تفكرش في الطلاق. ده 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 ده, ده قالب بيه في الدين، يعني قالب بيه باب الطلاق في الدين ما تفكرش فيه. يا نهار اسود، يا نهار اسود. قالب بيه في الجواز في الدين، ان الواحد
ده لو ده 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 الوحيد الامام الشافعي الله يرحمه اللي قال لو واحد متجوز ونيته الطلاق جوازه صحيح ما دام لم يصرح. انا شايف العيال بتصرح والبنات بتصرح ولو ما عجبنيش اسيبه. وواحده مره كانت بتتكلم مع واحد نفسها تتجوزه فقالت له ايه اسالك سؤال مهم جدا اللي هتفضلي يا فندم. قالت له طبعا لو ما اتفقناش هنسيب بعض بكل حضاره. ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ ايه الهبل؟ ما تسيبوا بعض من دلوقتي. انتوا عايزين بعض في ايه بقى طيب؟ ها مش لازم اتكلم بس قولوا يعني انتوا عايزين تتجوزوا عشان ايه؟ بحيث ان لو ما اتفقتوش تسيبوا بعض في حضاره. ما تسيبوا بعض من دلوقتي. الاصل الاصيل ان اللي يتجوز حد يعض عليه بايديه واسنانه. ده مستقبلي وده حياتي وده اللي نجح ابائنا ونجح امهاتنا. ان الدخله دي الخارجه منها على الترب على طول. المعنى ده احنا فقدناه صدقوني. الناس داخله وما عندهاش ثقه في القعده. نهار السوق. الناس لسه داخله يا رب يسلم من دخول الحاره. وهم داخلين الحاره زي اللي فيها ابو عز الله يشفيه يا رب حبيبي اللي اخونا فكرنا بيه وما نسيناهوش كده يعني يا رب سلم من دخول الحاره وكده. هم اللي بيقولوا يا رب سلم من دخول الحاره يعني ما يكونش حد عمل لنا حاجه وحشه. ما حدش بيعمل يعني. انا قصدي وانا اتحدث عن الدين وانا فيه مش شويه. تعرفوا كده الجوازه الملقلقه من اولها مش حلوه لا شرعا ولا انسانيه. تعرفين مغيره بن شعبه؟ مغيره سيدنا ومولانا اللي كان بيوقف من النبي موقف الشرطي من الامير. الراجل الجدع اللي جه مره وكان بيخدم النبي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فجه مره قال لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام مش انا خطبت النهارده؟ الحديث ده على فكره يمكن 80% من الناس حافظاه بس مش فاهماه. هيتفهم دلوقتي في الدقيقه الاخرانيه دي. قال له مش انا خطبت النهارده؟ عروسة من الأنصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي سأله سؤال كأن الوحي اللي قاله. قاله بنت مين؟ ولا عجباك ولا بتاع؟ قال له هل نظرت إليها؟ أنا مش فاهم. قال لا. قال ارجع. أوردر سريع. قال فذلك أحرى أن يؤدم بينكم. أمره بالرجوع يبص لها وشوف الراجل عايز يتجوز مبصش. اصله مطمن للعيله وللنسب وللدين وعايز يتجوز. اللي عايز يتجوز يعني كفايه يشوف بس هو مطمن للي ورا الشوافان. احرى انتوا عارفين اقول لكم اخر كلمه قبل ما اقوله بحسن الوعظ. ان قال له انا بفسر 2016 امره بالنظر اليها حتى لا يكتشف دمامتها ان كانت دميمه او يقول انا ما شفتش. لا شوف من دلوقتي. عاجبينك تعالى مش عاجبينك باي باي. وبحسن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب. فقل للمسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب. ورحمته لأوسع من خيال وكثرة من العبد الذنوب. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.